صادق، أثناء التخطيط إلى العملية هل هناك عقبات ظهرت وأعاقت العملية أدت إلى إلغائها، تأجيلها، تغيير في الخطة؟ كان في عقبات واجد. كان أول عقبة عندنا منشار الحديد، يعني كان ما في منشار حديد عشان إحنا نقص الحديد اللي بنطلع منه من الحجرة اللي إحنا فيها. يعني عقب ما هربنا المنشار، هربنا المنشار، بس طبعا المنشار يمكن هذا حجمها، والحديد بنقص حديد صاب، يعني يمكن اللي دش سجن جاو يعرف الفنس اللي فوق مو جدار، حديد صاب. يعني 3 شهور وشو احنا نقص في الحديد، ولما انكسرت المنشار، يعني صار ما عندنا منشار احنا نكمل فيها عشان نقص الحديد كامل. بعدين قدرنا نجيب منشار ثاني، ووصلنا يعني نقص بحذر، يعني كان توصية الشير رضا الغسرة ان المنشار ما تنكسر. ففي تاريخ 28/12 العقبة الكبيرة يعني وهي الأخطر، إن جت مرة واحدة الحكومة، يعني جو الساعة 12 الظهر، واحدة الظهر، يركبون كاميرات فوق المبنى اللي احنا فيه، والكاميرا الأخصية اللي كانت هي اللي بتعيقنا فوق حجرتنا بالضبط اللي احنا بنطلع منها، وهم ركبوا الكاميرا وشغلوا الكاميرا على طول. حتى احنا بعد ما تكلمنا يا الشهيد قلنا لأهل نعتبر يعني إن الله يعطينا إشارة إن احنا نهون عن العملية او وش يعني ما بنعرف، بس الشهير رضا الغسرة يعني احنا يعني كل ما نعرف الشهير رضا الغسرة قيادة، احنا تبعنا الشهير رضا الغسرة، احنا نؤمن بالله وبأهل البيت، ونشوف الشهير رضا الغسرة عنده اكثر من تجربة. فرضا الغسرة قال انه ما في شيء بيمنع العملية بتكون هالتاريخ وبتكون هالوقت وبنطلع. فاحنا وصلنا نحط برنص على الحديد ونواصل، قعدنا كذي 5 دقائق نشوف هل ان الكاميرا ينتبهون لنا، اذا ما انتبهوا لنا يعني بنا. فالحمد لله الله يسرها وتوفق. الحمد لله.